تمتلك الصين مساحة شاسعة، ولكن 10% فقط من مساحة الأرض صالحة للزراعة بسهولة. ولذا فإن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الصين هو إطعام 22% من سكان العالم باستخدام 7% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، وهذا أمر فريد من نوعه في التاريخ البشري. وهذه أيضا مهمة تبدو مستحيلة، ولكن تحقق ذلك بسبب جهود شخص واحد، ولعل اسمه وتقنيته لزراعة الأرز معروفان جيدا. إنه أبو الأرز الهجين الصيني يوان لونبين. إن أكثر من 800 مليون شخص في الصين يأكلون الأرز بشكل أساسي، ولكن في الستينات من القرن الماضي كان أكبر إنتاج للأرز في حدود 1500 كيلوغرام فقط لكل هكتار، حيث أصبح إنتاج الأرز قضية رئيسية بالنسبة لعدد كبير من أبناء الشعب الصيني. وفي هذا الصدد بدأ يوان لونبين دراسة تقنية الأرز الهجين منذ عام 1960 حينما كان معلما في كلية هونان للزراعة، ومع مرور 15 عاما تم زيادة متوسط إنتاج الأرز إلى 4500 كيلوغرام لكل هكتار. وقد أدى تحسين تكنولوجيا الزراعة إلى زيادة محاصيل الأرز، الأمر الذي جعل الشعب الصيني يحل مشكلة الغذاء بالاعتماد على النفس إلى حد كبير. وقد استمر يوان لونبين بتطوير تقنيته وتجاربه لزراعة الأرز الهجين. هذا وسجلت مقاطعة غواندونغ بجنوبي الصين رقما قياسيا عالميا جديدا في إنتاج الأرز الذي يعطي محصوله مرتين في العام الواحد، حيث بلغ الإنتاج السنوي نحو 23 ألف كيلو جرام لكل هكتار من الأراضي الزراعية، الأمر الذي أثبت أن يوان لونبين يتبع نهجا علميا في أبحاثه وتجاربه الخاصة بزيادة الإنتاج. الآن تشهد الصين أكبر عملية حضرنة في العالم، لقد أصبحت الأراضي مورداً تتوك إليه جميع الصناعات، فكيف يمكن للمزيد من الأراضي أن تنتج أكبر كمية من الغذاء؟ وكيف يمكن جعل الأراضي المحدودة تنتج المزيد من الحبوب؟ هذا هو هدف يوان لونبين حالياً. مدينة تشينداو وهي إحدى المدن الساحلية في شرق الصين، هذه الأراضي على الشواطئ المالحة كانت تستحيل فيها زراعة الحبوب بسبب احتوائها على نسبة عالية من الملح، ولكنها الآن مزروعة بالأرز. الصين نجحت في زراعة الأرز البحري عالي الإنتاجية. في اليوم 28 من سبتمبر عام 2017 نجح مركز بحوث وتطوير الأرز البحري في تشينداو بقيادة العالم الصيني يوان لونبين في جني محصول أول دفعة من الأرز البحري المقاوم للملوحة والقلوية، وهذا اجتذب الاهتمام العالمي بلا شك. وعلى مستوى العالم فإن هذه التقنية لزراعة الأرز البحري التي ابتكرها الصينيون حققت إنجازات جديدة لحل مشكلة الجوع العالمية أيضا، وتلبية لدعوة من مكتب الهندسة التابع لمكتب حاكم دبي في نهاية عام 2017 بدأ فريق من مركز البحث والتطوير للأرز البحري في تشينداو بمقاطعة شاندونغ بشرقي الصين في الزراعة التجريبية للأرز الهجين في الصحراء الاستوائية بدبي منذ اليوم 8 من يناير عام 2018. وقال نائب مدير المركز تشانغو دون إن زراعة الأرز في صحراء دبي كانت تواجه تحديات عديدة، مثل الاختلاف الكبير في درجات الحرارة بين النهار والليل والحرارة القاسية مع اجتياح العواصف الرملية أحيانا، ولكن أكبر التحديات كانت مشكلة الري والتسميد. وفي الفترة ما بين شهري مايو ويوليو عام 2018 كان هناك أكثر من 80 نوعا من الأرز ناضجا تدريجيا بما فيها الأرز البحري. وفي اليوم 26 من مايو أجرى الخبراء من المعهد الدولي لبحوث الأرز في الهند ومصر والإمارات والصين
اختبارات على محاصيل الأرز التي تجاوزت المتوسط العالمي، ليبلغ إنتاج الأرز 7500 كيلو جرام لكل هكتار. لذا يولي نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية كبيرة لنجاح الفريق الصيني في زراعة الأرز بصحراء دبي. ومن أجل تسجيل هذا الإنجاز التاريخي، قامت الإمارات بحفظ الأرز في هدايا المرموم التذكارية لإهدائها إلى ضيوفها في المستقبل. وتماشيا مع نجاح زراعة الأرز البحري بدبي وتعزز التبادلات التقنية والتعاون بين دول العالم، أصبح الأرز البحري أداة دافعة للتبادلات التكنولوجية والتعاون الزراعي بين الصين والبلدان على طول الحزام والطريق والدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون. 今年是八月份建满90岁，对自己没要求啊，就是这个要求啊，一个是活下陈良梦啊，一个覆盖全球梦了，大家都就这个要求啊，两个梦想。袁隆平杂交水稻研究的开创者，50多年来致力于杂交水稻技术的研究应用与推广，为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给做出巨大贡献。 كم هي المساحة التي يحظى بها الوطن في قلب المواطن؟ بالنسبة إلى هذا البطل، يتبوأ الوطن مكانا خاصا في قلبه، لدرجة أنه كرس حياته كلها لقضية الغواصة النووية بعيدا عن مسقط رأسه، دون أخذ الشهرة والمصلحة الشخصية في الاعتبار. رغم أن عمره تجاوز 90 سنة، إلا أنه مصمم على مواصلة العمل لصالح الوطن الأم. في الحلقة 8 التالية ستكونون مع مزيد من التفاصيل حول الحياة الأسطورية لأبي الغواصة النووية الصينية وان شوي هوا، الذي حصل على الجائزة الوطنية العليا للعلوم والتكنولوجيا.